انا بتنفس حريه. به جودي تو كانت الدخلة سبيسيال برشا، حكينا فيها على القضية الحدث القضية الفلسطينية. جودي تو في توب وفلوب كما تعودنا فيه، دونك سبيسيال الأولاني كان توب وفلوب على عملية طوفان غزة، بقية توب وفلوب نكملوه مع صديقنا. طيب تدسويت من الأخبار الأخرى الجمعة هزوا كل توب وفلوب، تعال نختار زوز ثلاثة أراء منكم. نجيو حمزة المثلوثي يحكي شيكابالا بالسيق حلوة توب توب ولا فلوب حلوة شاد لي توب هزوا كلها وخليهم هكاكا تنجيكم توب توب خاطر مفهوم الجمعية ومفهوم تخمر ماركي بونتو في دقائق يعني ويبدا بونتو مزيان ما تنجم كان تقبلك الحذاء نتاع الساق اللولبية وموجود هكا يعني برشا في الأوروب ولا في أمريكا صارت برشا فازات. أنت تعملها كان تلعب تعملها يا دي ماركيك 90 دقيقة وأنت 0-0 51 يلبس راهو هذاك بارتي كوب وكذا وباش تهز تيتر تعملها علاش 51 فلوس هو قبل في المبنى راهو مش في المعنى ذا الصوص نتاع واحد مكشخ شنو أنت ولا مكشخ وجهاد كلوبيو اسمح لي ديربي 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 وهو حمزة المثلوثي والزمالك ربحت المكشخة ما عندي حتى مشكل واضح باهي مع الكورة توب انا ما حبيتوش يعتذر اخي شنو بالك شو قاعد يحوس هو في الكياس وهبط بيسلو ولا في فو هبط بيسلو ساق شيكابالا ماركا بونتو في 90 بالفرحة تخمر حمزة مشى بيسلو ساق ويزم كرة قدم يا حبيبي بوسلو ساق قدم قدم صحيح فالهونت بوسلو يده كرة السلة ما فيهاش كرة الرأس بوسلو صحيح باهي باهي فلوب لا الحقيقة هي ضد ريحة السقين قبل السقين هذه حاجة وكليفاريس الدنيا مهانة ومذلة ودو بريفيرونس ما نقارنوش احنا هاو فلان عمل وغزر هذاك لاعب عالمي راهو جا وباس الساقين دونك الوغ كان احنا تونسي بوس باش نروح من الخدمة باس الساقين هو قاعد ولا عمل له صحيح تخمر يا باهي تخمر تخمر في اللعبة راهي لعبة سخونة و90 دقيقة ماشي فما ناس جيم صحتها قلبية هو تخمر كان ينجم يعمل مصيبة أخرى كان تخمر زادة زاد شوية في التخمير الجيم نتاعو بوس له ودنه مثلا معز واني جاي معناتها واحد كي يتكلم بالقدام بوس له فمه يا عم حسن فرصتك والله صارت يا بي والله ما احلاها الفاز ماني شو ماني كوره هي كوره اللي هزيته توب كل ردوا بيركو انا باش نتكلم انا معك بي فلوب هذا الفلوب بي معز ولي جيك جي انا توب على خاطر هاجموه حمزه المثلوثي برشا ما فماش علاش كما قال الشادلي هي لعبه وحركه تتعاود وحركه تنجم تقراها كيما تحب وانا باش نقرا على خاطر حمزه المثلوثي تونسي وانا تونسي باش نقول هذاك تواضع الكبار الله الله اي هو يمنع فينا كلنا هو والله اسمع يمنعنا معز يمنعنا يمنعني انا قبيله ومنع حمزه تبعش معز القديري ولا معز المناعي الله منع صاحبي منع انا فما هرمون في البدن نقدره على الاخر يتفرز على الاخر في المومون هذوكم اسمه الادرينالين مو هذاك صدقوني معناها سوى البونتو منع ولا ما منعش معناها هي كما فسر الفوا اوف عهد نحييه طيب يتمسحها ولا ديما يعملوا فيها وسبحان الله بالادرينالين تلمون نضيف برشا بس بالموتيفاسيون فهمت كذا وربحت زاد الماركه نتاع السبيد ريبوبليسي لا بوت الجزائر في كوب دافريكا ذيك وخانقتنا المغرب 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 بوتو كيما ذاك كوب دافريك اول كوب دافريك تبسش تبس الساق الذهبي هذيك باي شنو رايك بالبوذبيح يا باي عايش عندنا مثل شعبي كي نعزو عبد ولا يمنعنا يقول راهو التراب اللي تمشي عليه انا نبوس لا لا هذيك حاجه اخرى ما مش خشنا اي سمعنا راكم بالكلاس كيما نعرف انا ضربه فيهم الشمس صاحبي طاب تبوس بعد يجيب الحمايه المدنيه تقيمك امريكانيه جات تونس بلوتو بريطانيه جات لتونس باش تهز خطيبها قالت مش حبيبه من با خطيبه وتهز معاها لبريطانيا وتعاود ترجع توب ولا فلوب خيرنا معناتها اولادنا ثروه بلادنا معناتها هجره الادمغه للخارج توب ولا فلوب هزوا كل عام احسن ما يورينا توب ولا فلوب كلكم توب كم قالوا فلوب عليه ميغال فلوب لكم انتم اخويا نلعبوا ناقصين بالله نحي الحصه انا تربت بعت اربع كلمات وتحطي في دقه قلب اربع كلمات ويقعد الوقت فين قابو ميغال فلوب خويا اللي كنتي خويا مين والبرنامج هذا اللي قاعد يشهر بالسيد خاطر مش تعطي والو لا تقرا لا تكتب خليته بصوت ربي ما سمع بها حد كي تتعدى فيسبوك مشى
هارو مهبط تو سي كومبليكي هو بالحق خليه بصوت ربي شريتو حكيتو على مركز فلوب شيد فلوب بنحب بصوت ربي ربي يهنيهم والحنه ان شاء الله فوق سطح في بيج بان بيج بان فوق في بيج بان الحنه مش عارف والعرس الشانجي باهي باهي الفاس والعرس الشانجي ليزي يعني والعرس الشانجي ليزي الثقه في الشعوب يا خويا خالف الشعوب باهي عم شيخوا لاولادك هاو البنات خطيكم عليه لا لا الاولاد معنيين بالامر انا فرحت له اللي لقى بنيه ظافر عابدين نخدم راه انجليزيه زي واش قالوا بشيخ واحده فيهم رجال ما سامحش سوني فرنسوي انت هاني باش نزمي قالوا انت في بالي تونسيه قديمه تقولنا تونسيه في بالي بك تونسيه وعندي عاد الباسبور عندك هاك سبقت لي جنسيه فرنسيه انت خنورتك شويه تقوي بالاجنبي اللي قال له اي بقى انا فرحت له لقى في عمره خاطر الاغلبيه يمشوا للنساء اكبر منهم برشا مزيانه محليها لكن مزيانه حتى هو شبيه حليته مصلي عني عمك يبدا داير غادي لا لا عندنا فما فيديو ما فهمش عليه الاستنقاص هذا اش بيهم رجالنا صحيت يهبلوا محليهم مزيان كان جاوب باهي راك ما خديتش واحد راك خديت واحد تونسي ماشيش مكتوبي انا تونسي شنو نعمل والله محليهم رجالنا وتعارك عليهم شنو نعمل خويا تونسي بابا تونسي شنو نعمل راهي عملت خزه زلزال في الفجر قول في الحايط خايك عنده حرب جايب حذينا اش بيكم خايتي سيسي روحك راه والله في بالي خايس بوراز بجنبي مش اسمه صوت الحكمه تو الحمد لله عيط لي لا لا عم حسن عم حسن اسمه الطفل بجنبي عم حسن مش يعمل عمله تو حسن تفضل عم حسن انا بالنسبه لي مزيت البركة معرض بالحاكم معرض بالحاكم ويعطي في رايه ولا تجري وين نجري زعما اللي فات قلت بفمك في الكراكه خرجك عاد في الجمهور لا 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 ما تسمعش تعمل شيء لا تسجل بزات البركه نحن في البقره بزات البركه البركه في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات السياحه كي جتنا وجاونا المناظر هذولا الجميلات الجميلات لكن هذه مناظر عم حسن روعه المناظر الجميله ايش بها ما منظر جميل ناحيه الطبيعيه ناحيه شلاغ منقص من ضر هذا امين عاد عليها امين عاد زوين الجهات السليباتيف ان شاء الله عليها نجيب امراه امريكانيه ولا حاجه كملت معاها لازمني علاش نمشي معاها نحس فيها كمين معناتها مفخخ نحبها كي نحبها نمشي معاها ولا هي تقعد ما تقعدش في تونس تقعد ما هي مفاهمه هما تفاهموا لقاو تيران دونتونت ينجموا يقنعوا ما تعجبوش انا متاكد مش متاكد علاش علاش باش نتاكد انا ينجم يكون ما يحكيش انجليه ما يحكي حب كيفاش تحكي حب جياد بالانجليزيه كيفاش اعطينا فتوت سويت هات فتوت سويت حب لا ما نجمش ندخل بيناتهم احكي انا وياك حب احكي حب بالانجليش ان انجليش بعد الحلقه مش تو ريت قداش سكت ريت فهمت قال لي حاجات ولا فهمت شنو قال لك بالله قال لي قلت له بعد الحلقه ما نجمش بعد الحلقه عم حسن في سعد ديفلوبي في حد شيء انا حبيت انا بالنسبه لي نشت له نشت له انا تشت يا اخي هاسكي هو مش شيء والناس التونسي والله يا امين الو علاش بينا شيء هذا هذا شو الهيجه هذه مش هيجه مش قرر على اي اسمعني ثبت معاه خلي خلي نكمل الجمله نكمل الجمله انا يوقفوني في الشارع ياس نخرج انا الشارع مش كيف هو خاطر ما يختار بالحق ما يخرجش وحده خاطر نخرج قالوا لي قول له يعطينا الحاجه اللي يحب يقولها هو يبدا يدور يدور كنت احكيو على امريكانيه تشتل وتشتل كلش مش قول ولا ماهوش يدور يدور استنى خلينا نجاوب جاوب هذاك يعطيك تيز ولونتي تيز وبعد يعطيك سانتيز الرسم ما فماش انا تيز بروي عامل برشا انا تيز خاطر بالبروتيز هو هذا تيز حقيقة خليه عم حسن يكمل فكرته انا بالنسبه لي دائما هذا يكسب للشعب التونسي حين يمتد تمتد عروقه في الدنيا كلها امين روعه والسلام عليكم مازال اصمت الحكمه من بدايه الحلقه بدي الحكمه ربي يهنيه ربي يهنيه يعطيه الوقت الطيب يعطيه الوقت الطيب في البرنامج عاد وقت يعطيه الوقت الطيب والجنسيه الطيبه والله يعطيه الراجل يعطيه الفلوس الطيبه ان شاء الله ربي شهر اخر عن جابر تلقاه السيد والمساهمه في تحسين النسل الامريكي نقشة المساهمه في تحسين النسل الامريكي البريطاني شو صار الحلقه الفارطه صديقنا عاد يعطيكم كونت اون تفضل يا ولد تفضل نانيش ويتش ويتش اكلك نانيش ويتش
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بي تي زي إمتاع الجديدتي في ثالث أسبوع مع كرونيكوريت بالدموع. إكلامهم فن بالطبوع وذمارهم ما يخرجش على الموضوع. حضرات النظارة والنظارات، مرحبا بكم في سهرة اليوم الخميس. برافو. نبدأ بحسن نعثيمين اللي طلع ما بيه قماش. هذه فلوب، هذيك فلوب، الأخرى توب. يتعرف عليهم مع محسن قال. أنا تو فين ما فهمتش روحي فين. إيه شو قالت كلام زايد؟ قال إذا كان فما كلام زايد معناها فما كلام ناقص. شيء ما يضحكش. يا محترم يا محترم. بيوت تزلزل البلاتو بتصريح ناري. عنا رجال احنا وعنا الحمد لله الله لا ينحيك علينا يا بي. نرجع مع الزعيم أحسن نعثيمين اللي مارس موهبته كالعادة مع بيوت. بالله دقيقة لحظة، أنت معناتها تستنى في البلاتو قدام الناس باش تقول اللي خطبوني. أخي اللي خطاب لسيادتك أنا باش وينو اللي يخطبني؟ أو في الشارع يقولولي بالله بوس لي بي. صلي على النبي وزي من البلاتة. واحد يقول لي بوس لي بي، واحد يخطب لي بي، واحد مس لي بي من هنا. لا شنو هذا؟ لا إله إلا الله. يندوم عبية مرة أخرى اللي حتى هي طلعت ما بتجمعش. يظهر لي الناس الكل مركزين كان مع بلاتو أمور جدية فقط، الباقي الكل ولا كأنهم موجودين. جدي هاي ينعسيكم كانت مرفهر خير لكم. الحلقة هذه عرفنا حسونة كيفاش عرس. هل عرس بالسيف؟ عرس هذي الأولاني اللي طلع الأولاني الحقيقة بالحاكم شي بالحاكم. وكل جمهورية قال لي من سيبك من الكراك إلا ما تجيب لي إزداك. السار عليه جبت لك الحاكم وعرست بيها بالسير. الله 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 على الخيانة. الله 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 إحنا ضحيتك. الله الله تحلف لي بالقرآن اللي خديك. الله الله أنا هارب. نكملوا مع الصحفي العملاق أحسن بي بي جي اللي يفهم في الراب بالضبط بالضبط بالضبط. سمي لي زوز رابيريتو خلي راني قلت لك برد سمترا 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 أرمستا يا عم حسن أرمستا. المسترا صاحبك اللي قعد ضحيك صاحبي المسترا ضحيك. هكا كان البي تي زي متاع الجديدتي، نتقابلوا في الحلقة الجاية. السلام. نوعدكم الجمعة ذي بيتو حف أكثر من بيتو. فما ظاهرة رجعت لين متاع شهيد فما ظاهرة رجعت من جديد. الظاهرة ذي ما عادش كان لاحظتوها ولا لا ولا السادة المشاهدين، إنه فما عباد تطلب في الليفو. البعض يقول لك لا دوكم لاباس عليهم وراو عندهم ديار وراو يلموا في برشا فلوس في النهار. والبعض الاخر يقول لك برسمي هو عباد زويوله وبرسمي كي تيح بيه الدنيا نعاونوا بعضنا، ويقول لك انه نعملوا بالاصل نتاعنا وماكش تدخل في نوايا العباد. اللي يطلب القوه من ربي واللي ما ينجمش يعاون ما يعاونش. زعما التونسي كيرا عبد يطلب في الشارع يعطيه فلوس ولا لا؟ قامت بالتجربه هذه حصريا هذا الاسبوع صديقتنا بيا. أيوه. خرجت متنكرة والله، خرجت متنكرة. تشوفوا كيف صارت من الأول حتى للآخر. ومشيت قعدت ساعة هكا ولا ساعة ما قلناش قداش لميت عن بعض نعرفوا. أي. في ساعة قداش لمت فلوس، شنو التصرفات اللي صاروا معها من العباد اللي يطلبوا الأخرين زادة كيف كيفاش تعاملوا معها. هل التونسي يعطي فلوس ولا ايش؟ نعطيكم الأسئلة كل جابكم بيا من بعد عليهم. هل اللي يعطيوا فلوس هما الكراهب نتاع العباد لاباس عليهم ولا الكراهب نتاع العباد اللي زواولة؟ هل اللي يعطيوا فلوس هما نساء أكثر وإلا رجال أكثر؟ هل المرأة تطلب معناتها وهي في وضعية خصاصة؟ إجاباتها كل تلقاها بعد في تير نتاع صديقتنا بيا وصديقنا. طيب نشوفوه تسويت. ظاهرة التسول ظاهرة فاقمت في السنين الأخرى بطريقة مهولة. في آخر دراسة لعام 2023 قامت بها الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام، بينت أنه في تونس الكبرى كهو عدد المتسولين يتراوح بين 3500 و 4000 شخص، و 60% من مجموع المتسولين هذم إنساء. بالنسبة للدخل متاع المتسولين يتراوح بين 20 و 30 دينار للمتسول الواحد في النهار. اليوم قمنا بتجربة مع بيا الزردي بعد ما تنكرت على أنها متسولة. هبطت للشارع في الليفو والأماكن العامة باش تتسول ونشوفوا كيفاش باش تكون التجربة هذه. الله يرحم
يجيك الله يرحم ويجيك يا خي فضل فلوس فلوس لا ما حبش الفصدق الله يبارك لك الله يرحم والدين والديك يا خييني ما بعد ما احلى قلوبهم هالتوانسة مسالش هاني جيتك الله يرحم والديك كسكروت أكل بس عليك يرحم والديك ما شاء الله شفار كيفك ارحم والديك عايشك ظاهرة تعفي ربي ظاهرة تعفي ربي عطيني دينا عايش أختي عايش أختي جينا شغزر لها مرا أغزل المرا حالت دينار يرحم والديك شبش تعمل لك دينار بعض المواطنين ردود الأفعال متاعهم كانت متشنجة وحاولوا أنهم يسيحوا ويعتديوا على بي أمانا أكلبت عليكم والله فمن يسم زمبر عتادني والله ما تنهرنيش ما ترهنيش ما ترهنيش ما تهلتنيش حرام انت راجل باهي الله يبارك لك بيا حاولت تحتك بواحد من المتسولين وتاخذوا البلاصه اللي مستانس يطلب فيها هو وهكا كانت ردت فعل ايش نعمل نطلب عندي سبع صغار وثمانيه وانا اعظم منك انت عندي بري يرحم والديك اعظم منك بلاص هذه ثحومه يزي حاجه هذه هاوي في جولة صغيرة أقل من ساعتين بيا نجمة تلم أكثر من 30 دينار 25 30 31 32 خير ربي به تجربة إنسانية هي قبل كل شيء ما نجموش نقولوا انه في ساعة معناتها من زمان ولا ساعة ونص بين قعدتهم باش نعموا هذه الخلاصة اللي فهمتوا انت شنو من الخلاصة احنا صورنا اكثر فما ناس ما حبيناش نوريهم باش ما يحرج اللي ما عديناهمش شنو مثلا اللي ما عديناهمش ناس لبس عليهم بالجديد تبارك الله معناتها سيارات فخمة المشكل مش ما يعطيوش ما تعطيش انت حر مالك انت حر فيه اما الطريقة والاسلوب فيه برشا إهانة أما شكون يعطي فلوس أكثر اللي لابس عليهم الكراهب ولا الكراهب العادية معناتها ولا الكراهب الأقل والله باش تتفاجئوا يا ناس باش تتفاجئوا الناس العاديين اللي ماذا بيا راني رجعته له الدينار ماذا بيا نقول له ما يسالش خليه لك أنت الدينار أما أنا على حيط برشا لح برشا خاطر هذا اللي صاير في كياساتنا متسولين مشكلتهم الكبيرة يلح عليك ويشد صحيح وتوا فهمت علاش بالتجربة فهمت علاش على خاطر وقت اللي تشد صحيح باش يتخلصوا منك فما اللي ينهرك ولا يعيط عليك ولا يهبط لك كان شفتو اللي جانا اللي بالكرهبة المضخمة هبط لي باش يضربني خاطر شديت صحيح وفما اللي يقلق ويتعب وهو تلقاه مش في حالته ومتعب باش يرتاح أخطاني برك يولي ويمد لك أما صدقني الناس اللي ظروفها ظاهرة على قدها وتلقاها في الكرهبة قاعد مهموم ولا الله أعلم شنية مشاكله دونك كيف نقف بجنبه وقول له يرحم والديك وعايشك وباللي ومن فضلك عاتيني حويجة أوتوماتيك ما يعطي فما والله اللي شفته أقل واحد فيها أقل واحد دخل يده المكتوب
هكيك خرجوا فلوس اللي خرجهم الكل مدهم لي ما صدقتش. نلقى عندي شوية فيكية، نلقى عندي 3000 و 5000 معناتها 8000 وفيكيا وما صدقتش. كاجو فما فيكيا وين يعطيها العام احسن من فيكيا؟ بقايا الاشياء محلاهم خاطر قايل شقول لك بروح من السهريه ما نتصورش. وقداش قلوبهم كبيره وقداش قلوبهم التوانسه؟ شكون يعطيو اكثر نساء ولا رجال الفلوس؟ الرجال، رجال تعطي الفلوس. رجال النساء ونساء الرجال. الحقيقه المراه لا 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 بالتقريب. هل فما شكون بزنس عليك بيا وانت وضعيتك هكا؟ اي فما اللي يطلب هذاك اللي جاه راجل كبير. فما 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 كلام زموله شنو الامور؟ كلام الحقيقه ما يتقالش تقال فهمت. ابار تهاك مزيانه تهاك بدنك نتاع طالب انت كيفاش راهو بدنك سامحني كيف. والله ما نعرف ما فهمتش الانستغرام ذاك قال بيغلب يا برسمي كيف كي متنقل غالب غالب يا غالب 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 الاشعه حتى تحتك الزبه اللي بالنوار تبان يعني واقفه اي بربي واقفه عليها كرهبه طوله ايه واقفه طوله نحن والعين هذيك معاك متفق معاك بالرسمي كيفاش واحد معناتها مراه تطلب في الوضعيه هذيك هي بزنس في الوضعيه وانا مثلت الدور بالقدا والشخصيات الكل اللي خذيتهم من اللي ريتهم راه شنو يتقال لك اي ما هاك هاو في وجهك الضوء هاك مزيان ترى نحي خلينا نزيد نثبت في وجهك قولوا عليه عايش خويا انا معرس لا وين مغبي علينا انا راني معرس انا معرس جميل قداش غنيت بيا في اما عندي كلمه باش نقولها في الاخر راو نتفهم راو فما أغسلمو هرسلة كبيرة من المتساولين انك في النهاية هما متساولين هما اللي محتاج واللي مش محتاج واللي مش محتاج ذل روحه ديجا هو ذليل قدامك وما تجمش تعرف عليه هو محتاج ولا مش محتاج دونك ما تعطيش أما زادة ما تزيدهمش ذل على ذل ومهانة على مهانة حرام بيا هاو تروسي لما فيه 35 دينار تقريبا في ساعه من تلقاو زاد الفيك يا راهو في الستوش بلاتي غتشوف قاعده الفيك في ساعه عاد ولا اش عاد في ساعه وسيجارو معاهم زاد اي نعم ايوا فما شكون عطاك سيجارو اي ماما حاب يعطيني حتى قلت له سيجارو عطاني سيجارو حاب يخدرك ساقط مرفوع معناها هيك يعني حتى مفتيحة. والله الفيك هيك ما زلت هاي الفيك هو مين باش تعمل بهم كلاوها لك لا ما يجيو ياخذوا فلوسهم اما انا نعرف اي ولا لا دخلهم شركه في الحوار هكا اللي عطى دينار عنده كم مره في العام واللي عطى واللي عطى 5000 و 3000 و 8000 بارك الله فيك وتحيه كبيره كبيره القلب باه تعطي حنان فلوس انت في الشارع ولا انا نعطي مي لا فيغيتي وقت شفت بيا كيفاش تضرب في الواحد انا ما نحلش الشباك نخاف بركات معناتها فما اون مانيير زاده باش تطلب بيا انت هكا تضرب انا خفت منك انا خفت منك وزاد اون بو سو ميتر على بلاس دون بيرسون في كرهبتها في كل فروج يجيو خمسه سته بالحق تنجم تعطي العباد كل اللي يسيبوا الكاميرا بجنبك ويصحح يبدا ما قلناش تعطي اما عاملهم بالمعروف عاملهم بالمعروف وكها نعرف خلقك علي انت تعطي مين خمسه سته في كل فروج كي عندي كي عندي نعطي بيان سور العباد كل وش نقول لك حاجه احسن صدقه اللي تنجم تمدها صديقي الموظف الكريم هو بالنيه راهو ايوه معناتها انت لا تعرف عليه لا بالرسمي لا يفلم لا عنده لا ما عندوش انت ماك عطيت بنيتك ربي حاسبك على نيتك وهو ربي باش يحاسبه على نيته دونك انا ندخل في نيته وربي من بعد هو اللي يعرف بقى شنيا احسن صدقه هي كي ما تعرفش لو قداش عطيت لا نعرف تعطي دينار لا تعرف عطيت خمسة تجبد اللي في مكتوبك اليد اليمين ما تعرفش اليد اليسار كيما هذاك السيد اللي مد لي الكامل والفيك غلط حاط اليسار ما دخلش اليمين حاط من هنا فيك ومن هنا فلوس باه مي قالوا تعطي فلوس ناتي ناتي والله ناتي ناتي وساعات تبدا ماكش في صحنك كيما قالت ما بقولش في صحنك ويكبش هو عاد نقول انك كلمه بقولش وبعد نندم عليها فهمت تعب الله اختاني ولا تنطر عليه بعد تندم اما حبيت هنا بالحق نداء للقناه نتاعنا علاش حبوا يخليها ولا نحيوها كان 25 35 دينار في الساعه انا فما مسؤول في القناه بجمش نسميه خاطر باش نقولوا ادال نحن كالفنان أديل هذيك أديل بن عمار ما فيها بس ما فيها بس خويا مين تعمرينا في الجمعة يعمل ذريبتين شرقية كي باش نخلصوا في وقتنا وكو يرحم والديك خويا أديل أنا وحتى كان خصوها مين حطها لي في سديش ولا العائلة صدقوني أنا خلصت بدوس البيزا مع أنا تو ديبون على خاطر ساروج موفيز اكسبيريونس مع برشا طلاب نورمال يبدا ساعات ما عندكش مثلا فلوس يعني ديزيديون طبيعي
من بعد يجيك يقول لك يلي بيك يلي عليك ما يخلي ما يقول لك اضرب لك الكار اضرب كلام خايب يلي بيك يلي لا 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 كلام خايب كلام مزيان وقت ما تعطيهوش وقت ما تعطيهوش مره راجل زاد هكاكا في الفو عطاه مد له دينار وحب يهز له التليفون جمله واحده عندنا صاحبنا كليت ريحه من عندهم كليت ريحه بالكدا شو انا ما نعممش فما انا انا الحقيقه لي زيكسبيريونس اللي صاروا لي نخاف انا بعكسكم تماما اللي صاروا لي كل محلاهم انا نخاف الحقيقه تشريطه في وجهي بونيا ما ساعدني انا نعطي انا والكود فودر نحسه صادق صحيح تحسه محتاج تحس الظروف مش تعرف معناتها الكود فودر لا لا تحسه رباني من عند ربي او شد يعرف لا لا تعرف ظاهرين وفما فنانين في التنكر في الديجيزمون نتاع الطلبره ويعمل لك حتى عاهه يعني ارتيفيسيال في يده وتصدقك راهو بيرسوناج يعمل كي تجي البلديه ديجا يقول هذا شكل من اشكال يعني تحايل الكونستركسيون نتاع بيرسوناج تعيش بها ومعروفه في المنطقه في في في, في التريتوار نتاعو انت دخلت تريتوار اخر ما تدخلوش يعني هذيا يعيشوا بها خاصه ولاباس عليهم فما ناس بين الديار وقررت ولادها وكذا بالمفهوم التسول وتكتبت برشا نصوص في المسرح منهم اوبرا القروش الثلاثه تاع بريش كان نقولوا احنا 30 دينار مثلا بيع 30 دينار في ساعه 36 في ساعه يروح ساعة. النهار ب 150 قلت 30 كان عملت 10 سوايع هذوما 300 دينار في النهار 100 دونك هذوما 9000 دينار في الشهر والطلبة فما ناس محتاجه بالرسمي فما ناس محتاجه انا والسوله مرات تتصور اكثر من راجل راهو يحنوا ويسخفوا على المراه اكثر من راجل لا باش تحكي على شكون انا راه في تفضل تصدق ولا تفضل انا راه في مناسبات هامه تروبيري يعني عائلات نتاع دخول المدرسه نتاع العيد الكبير العيد الصغير تعطيه باكج كامل فهمتني تعمل روبير عندك اربع ثلاثة والحقيقه اللي ما عندوش تقول زاده ومن غير ما تشهر ومن غير حد شيء اللي ما كلمه فما تكنيك اخر تولى فما اللي تفرجوا فينا تو في ريانا ولا في منزا سانك رياض اندلس يعرفوه السيد هذا هذا تراه واحد مواطن مثخب لابس بالكدا كسوه كي تراه اللهم صل على النبي وش هذاك اللي شاد بدون اللي عنده البدون يرحم والديك سيبو عداه عليا الجمعه اللي فاتت هذاك يجيك بدون شو يقول لك يقول لك راني لاباس عليا وكرامتي تو وقفت بيا تو اعطيني باش تحفان ولازمني نشري بدون نتاع زيد وعنده صحيت يقول لك عندها قرابه 8 سنين هكاك السيد هذا انا مره لقيته لقيته مره في منزا سانك صورت وشهرت بيه. قالك ياسر هذاك انا. تقول لي. ولا بتقول لي عطيو 10 ليه؟ هكاك. انا كما شاد لي بالضبط وليت نختار بالاحساس على خاطر كل مره نسمعوا اشاعه انا وصلت والله سمعت فما ديزاجونس معناها معناها تنجم تكري موحشه على الاخر الحكايه اللي باش نحكيها تنجم تكري طفل صغير على خاطر ياثر اكثر في القلب يعني اسمع هذا نهاره ب 150. معناه وساعات تسمع سبيتش ما بين زوز متساولين هاينك معناه ريت نحن نغزروا لهم بالدراما بتاع الدنيا هما يغزروا لهم جوب برشا مرات يعني راهو مش الكل هم هكاك مش الكل ومش الكل هم راهو عاملين نفس اسمع الجمله قداش بروفيسيونيل ثمانية ما تطلبش واضح بسرعه انا نسمع معز وعم حسن كما قلت انت يا امين هي اللي تعطي ما تعطيش للشخص هذيك صدقه جاريه بينك وبينك وبين المولى سبحانه دونك انا نعطي اما مانيش نعطي للشخص انا ان شاء الله نلقاها نهار اخر وقت اللي نحتاجه ان شاء الله امين يا رب صح امين ان الحسنات يذهبن السيئات هذه يعرفها عم حسن اي عرفها اي عم حسن انا بصراحه هذه التسول كيما البغاء تسمع به البغاء نعرف الببغاء انا لا البغاء أه. البغاء هو لا ما نعرفوش ما نحبش نعرف اه نقول لك شو البغاء هو بيع الجسد ما نعرفوش ما بيع الجسد وبيع ماء الوجه هم هذا مزوج خدم في التاريخ سيدي امين هما اقدم خدم في التاريخ ولا يخلو مجتمع منهم تمشي لامريكا تلقى متسولي اما لكن يقفرون هذه الظواهر في لحظات البؤس مثلا في العراق انا نعرف العراق في عام 90 قبل العراق يعني معناها عامين ثلاثه انا مشيت 88 ورجعت 90 ما فماش حتى متسول عام 90 اصبح العراقيين كل متسولين يا لطيف لانه دقدقت الواحد وتوا فما على كل حال فما اساليب جديده اكثر كرامه يعني مثلا واحد يبيع لك بابي مشوى صحيح اشياء من هذا القبيل علكة. في في, في الواحد انما هذا مهين ومذل للكرامه ولكن بربي انا معناها في اموالي حق معلوم والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم كذا حصلوا هذا مأساة هذا واضح انا نفضل طريقه يمكن اللي تصير في بعض البلدان المتقدمه نتاع شاد جيتار على روحه ولا عامل ما تعامل يقدم في حاجه ما ليميت مش قاعد يطلب ما يجيكش يقول لك اعطيني انت تحب تعطيه ويقلب تربوش على روحه
محط طربوشه وتصير معناتها في بلدان العالم كله، هنا ممنوعه في تونس. عليه ممنوعه لكم انا الشارع بديت اخر مره ما في بالكم فما عملوا له تعملوا فما شكون لا ياس وقف ازول الجيتاره فما شكون توقف وازول الجيتاره في لافينو به. شكون فيكم جاع الساعه؟ والله شويه مين هنا جعتوا؟ جبت لنا ماكله؟ عاد شاد لي شاد لي كل نص ساعة يزمك تكر عمر يجيبها يزمر كل نص ساعة عندي أنا ضعاف واحد يخليك أنا من باريس مكليتش خايف من باريس مكليتش خايف من شارع باريس أنا نجم نجوع على خاطرنا يا أخي نجوع جوع طيب معز نعملوا تحريشة صغيرة طبعا نعملوا عم حسن موافقين صايم موافقين صايم مالا بايك بايك تعطيهم بايك نعطيهم الشاد لي مالا باهي عادي كوماندا تو سويت مع جلوفو جلوفو محلاها كي تروح مخر للدار وتلقى حل العشاء مع جلوفو برشا شوا في لي ريستو وفي ساعة الماكلة تجيك تيليشارجي جلوفو وكماندي اللي تحب وإحنا اللي بريو يعطيهم الصحة جلوفو برسمي سيرفيس ممتاز برشا والشوا اللي موجود ممتاز برشا وقيت نعطيو كماندا الأولاد تحبوا مع بعضنا خلينا نشوفوا قداش السرعة في التنفيذ عندكم شهوة ولا نتصرف على روحي؟ تصرف عندكم ثقة فيا باش نوريكم أنتم نوري السادة المشاهدين كيفاش تنجموا تختاروا وتعديوا الكماندا نتاعكم من الأبليكاسيون نتاع جلوفو تنجم تيليشارجيها من أي أو إس وإلا أندرويد الأبليكاسيون سهلة الاستعمال جدا هاي كيفاش طريقة الاستعمال تحل الأبليكاسيون كيما هكا قدامك تختار تقول جي فان تختار تلقى المنيو كبير برشا مثلا هنا باغيتي باغيت شنو نجموا نختاروا اكو عملوا طله وميم طون كل واحد يقول لي اختياري من بعد اختارته له ممتاز ولا لا نجم تختار قداش من ساندويتش مثلا باش تعدي كان هو بيدو تنجم تختار النومبر ديريكتومون زوز ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه حسب العدد اللي حاجتك بيه تنجم تختار لي بواسون زاد من بعد كيف كيف من بعد تتعدى للكاسه ساهل برشا تختار تخلص سبيس كي توصل لك الليفريزون وتكون حاجه سهله برشا وحاجه ممتازه برشا وصحه وبالشفاء وتنجم زاد كيف كيف كي يوصل لك الليفرو يتصل بيك ولا هاني وصلت بحذاك صديقي هاي الكماندا نتاعك وصلت لك وانا باش نوريكم السرعه في التنفيذ والانجاز واستقبلوا بحذانا الليفرو تاع جلوفو مرحبا مرحبا صديقي هاي صديقي حط لنا الكماندا لهنا ويعطيه الصحه وبارك الله فيه بون انا الحق جربت برشا مرات جلوفو عمري ما كنت ديسو بكل معناتها بالعكس ديما نكون فرحان برشا كي نتعامل مع جلوفو صديقي يعطيك الصحه وعلى السرعه في الانجاز بلا تحب حاجه؟ لا مريقل الموتور المره صديقتنا ريما تفضل لهنا بحذايا لو طون نحكي لكم انا شويه على جلوفو هاي باش تعطيكم الكماندا نتاعكم باش تفرق عليكم ريما يعطيك الصحه ريما خليك تتصرف انت باش نحكيو على الابليكاسيون الاولى في مجال الليفريزون اللي هي جلوفو جلوفو هي تطبيق لخدمة التوصيل وين ما أنت موجود فطورك عشاك التحريشة اللي حاجتك بها بعد نصيف ساعة تبدأ موجودة لهنا بحذاك بفضل الابليكاسيون حياتك تولي أسهل والماكلة راي بالرسمي ماكلة بنينة برشا وتتعامل قاعدين في التطبيق هذية مع أحسن الفاست فود اللي موجودين في تونس تطبيق تونسية بنينة برشا بالرسمي مطاعم تونسية كبيرة برشا خيارات كبيرة برشا في الحلو وحتى في الملح زاد كيف كيف ما تقولوش كان ملح بركة عملوا طلع عاد حلونا اخويا وتفقدونا اخويا استنى فيك تكمل انا شنو جبنا لكم به جلوفو تعاونكم زاد وتسهل حياتك وتنجم تعاونك في توصيل القضيه حتى للدار وجلوفو هي الحل المثالي في فطورك يوصلك وين ما انت ونزيدكم الزياده نفرحكم يا جماعه ونفكركم اللي مع باغيتي باغيت وجلوفو تنجموا بال 8900 اكاهو مع 8900 ليفريزون توصل لك كامله خالصه ماكل مليفري شيخ شبعان فرحان وانت قاعد في الدار به هاي ميك شنو رايك ميك انا بديت بالفريد حق خضر فيك انت خويا مين قلت نبداو مع بعضنا صحه صحه يا برا سيدي نعرف الرسمي البنينة على الاخر صحه وبشفاء لكم الكل الابليكاسيون هذه تسهل حياتنا فوالا دونك تنجم تعدي لي بريزون تاعك وخاصه في ساعه في ساعه صايب ساعه فقط من زمان اللي ما يحبش يخرج يلقى اللي يحب هو في الدار فوالا ينجم يوصل كل شيء هو بيدو في الدار همبرجر شنو رايك راني؟ راني سي صحه وبشفاء صحه وبشفاء ويعطيهم الصحة جلوفو بارك الله فيهم مرة أخرى ميرسي جلوفو نذكركم مرة أخرى تيليشارجيو الأبليكاسيون حطوها في التليفون نتاعكم عديو الكوموند قد ما تنجموا وبالرسمي في أي وقت تراو الليفريزون تنجم توصلكم وصحة وبشفاء لكم مع جلوفو محلاها كي تروح مخر للدار وتلقى حل العشاء مع جلوفو برشا شوا في لي ريستو وفي ساعة الماكلة تجيك تيليشارجي جلوفو وكماندي اللي تحب وإحنا اللي بريو صحة وبشفاء يا جماعة عليكم صحة وبشفاء السادة المشاهدين نعطيكم
دريج من جمان ولا حتى اقل تمشيو تجيبوا دريج من جمان تمشيو تجيبوا كويس تعملوا تحليشه صغيره واحنا نعاودوا نرجعوا باش نجي نقول لكم شنو جابوا حنان وميغالو من فرنسا دونك من باريس جابوا لكم كادو لكم انتم الكل اللي حاضرين لهنا تشوفوا الكادو شويه اخر باش يكون وربي يقدر الخير باش يكون قال لي ميرسي قلت له مش مزيان خلينا نشوفوا من بعد احنا راجعين بعد فاصل اشاري